فكنت شاي جدا جدا وبقى لباظات والحاجات دي. طب قول لنا بقى مين اللي علمك الغنى؟ والله بص، هو احنا عندنا ابويا كان عنده شرط في العيله، اي حد لازم يبقى حافظ ثلاث اجزاء من القران ما شاء الله. فالقران اول حاجه كمان يعلمك الترتيل، يعلمك التجويد. فابتدت الغنى، يمكن هو كان صوته حلو، كان بيأذن كمان في الجامع. فجت من هنا، ابتديت بقى احفظ ابتهالات والشيخ النقشبندي ونصر الدين طبار ومحمد عمران اللي هم بقى اساس اصلا الغنى. وابتدى بعد كده ام كلثوم، يعني ام كلثوم دي بالنسبه لي شبابي، خلي بالك. ام كلثوم بقى وعبد الوهاب انا متابعه انا اللايف. لا ما 24 ساعه لايف انا معاك. بقول لك ايه، تفتح اللايف تقول مين اللي شاف دي شوشو. شوشو قاعده اهي. لا الله طبعا. انت عارف. طب انا عايز اسمع بقى حاجه من التواشيح اللي انا بحبها. تعال حبيبه قلبي، حاجات القديمه. لا طبعا، بس حاجه ما قلتهاش اكسكلوسيف لشوشو. شوشو ماشي، بس شوشو دي مع التواشيح لشيماء. لشيماء الشيماء. ايوه الشيماء، اختك الشيماء. بين خوف وذلة وخشوع، خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله، سبح الكون كله في خشوع، إذ تجلت مهابة الرحمن، أبدي يدبر الأمر، أبدي يدبر الأمر فردا، سرمدي الجلال والسلطان. الله. عشان دي عايز حاجه جديده بس. ما شاء الله عليك والله العظيم بجد والله. يعني صوتك ده نعمه من عند ربنا، يعني ربنا يحمهولك. طب قول لي، يعني انا سمعت حاجه وضايقتني قوي. ايه يا روحي؟ ليه انت الفترة اللي فاتت كده كنت قافل على نفسك وجازز؟ وجازز جازز؟ على ايه بالظبط يا معلم؟ على نفسك وزعلان كده ومتأثر، ليه؟ لا مش زعلان خالص. يعني من 2003 لحد دلوقتي ما عملتش ألبومات، عملت ألبومين. قصدك دي الجزة يعني. ليه؟ لا لا بص هقول لك حاجة. أولا أنا يعني إيه، موضوع الألبومات موضوع مهم جدا جدا جدا، بس الموضوع مهم للإيمج بتاع الفنان. ان هو لازم يكون عنده ألبومات، واللي يكون عنده، وهي بتقدم شكلك الخاص كمان. يعني لنوع مزيكتك الخاصه، بس الاغاني والتواصل مع الجمهور لو هو متوفر وموجود بيخليك شويه تصهين عن حاجه مهمه. يعني انا مثلا دلوقتي انت الاساس بالنسبه لك حاجه معينه، التمثيل مثلا. تمثيل. انت موجوده مع الناس والناس مش عارف ايه، فبتلاقي نفسك مقصره تجاه التمثيل، بس مش مقصره تجاه الناس. صح. يعني انا منزل اغاني، منزل اغاني في الافلام، منزل اغاني في المسلسلات. صح. منزل اغاني زي بحبك يا صاحبي، دي اغنيه مسلسل، بس كمان ايه، اغنيه بحبك يا صاحبي دي مش مثلا، مش يعني مش اللون بتاعي، بس اللون انا بعشقه جدا، اللون الشعبي ده، يعني ما شاء الله الناس كلها بتحبه، كسرت الدنيا الحمد لله رب العالمين. بس هو الدراما، الدراما بتخليك بتستوعب اي حاجه. يعني ممكن نلاقي علي الحجار مثلا، استاذ علي الحجار مقدم صعيدي. صح. مقدم فلاحي. صح. مقدم حاجه بس جوه الدراما، انما جوه البوماته تلاقوا هو ليه الشكل الخاص بتاعه. طب عايز اعرف بقى، ايه انت مريت بتجارب اكبر من سنك وحاجات خطر وحاجات زي وبتاع يعني الحمد لله، حاجات صحيه. قول لي بقى. هو احسن مش مفيش عيب في اي تجربه في الحياه، العيب في الاستمرار فيها. صح. دلوقتي طالما انا دلوقتي قاعد قدامك واصل لنتيجه معينه، يبقى الحمد لله رب العالمين. كل التجارب حتى الخطا، حتى الوحش، حتى الصعب، حتى اللي انت كل اللي انت قلتيه ده انا يعني ليه سبب في حياتي، بس الحمد لله دلوقتي ان انا يعني موجود، وعلاقتي بربنا كويسه، وعلاقتي باسرتي كويسه، وعلاقتي بشغلي كويسه، والحمد لله لا باذي نفسي ولا باذي حد. هو ده كل الحاجات اللي ايه، اللي يمكن انت قلتي عليهم كده من بره كده، بس انت اتعلمت كده من بره الحمد لله. يعني ازاي يعني؟ يعني الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي الحمد لله ان هي خدت فتره في حياتك، بس انه الواحد يقف عندها ويقول لا كفايه ويغير. قلت لك اي حاجه في الحياه مش عيب. صح
صح. انما العيب الاستمرار فيها، المهم ان نتخطاها. بالظبط صح. ويعني واحنا بنحييك ان انت واقف على رجليك وعسل وقمر وموجود معانا ومنور. طب قول لي ايه الاغنيه اللي انت عملتها وحسيت ان هي اتظلمت وما خدتش حقها؟ بص، هي مش ما خدتش حقها، بس ما خدتش الحجم اللي انت كنت متوقعه ليها. اللي انا كنت متوقعه ليها. اغنيه ايه؟ في اغنيه اخر اغنيه نزلتها انا حد تاني. الاغنيه دي انا بحبها جدا لان فيها كلماتها حلوه. طب ممكن نسمعها؟ انت بتشوحيني من دي ولا لا؟ والله نسمعها. يا حبيبي انا عايز اعرف كل ده بيحصل لي، كتر الوجع خلاني مش قادر اكمل، متقفلة ومتخبطة واخرتها ايه؟ ده انا لو جبل واقف مكاني ما كانش يتحمل، مكسور وسوء الاختيار بخصلة فيا، وحاولت اغير دنيتي وحالي شوية، بتعافى على نفسي عشان ما تعبش اكتر ما انا تعبان، عمال بقى وحي يمكن الابداية لي. مشكلتك انك عارف انت بتعمل فيا ايه، روحي، وبتبقى قاصد. بس انا عايزه اقول لك يعني تعيش الشده اللي بتطلع لنا اغاني بالاحساس والوجع ده بجد. والله العظيم حبيبتي والله. هنطلع فاصل اكون ظبطت روشي وبنكيكي عشان انا مش قادره واتبهدلت وتقريبا هعيط، وهنرجع لكم تاني بسرعه، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الصوت اللي انا بعشقه اللي بيلمسني بجد وبيلمس قلوبنا كلنا، واكيد انتوا حاسين باللي انا بقوله. معانا لسه الجامد جدا احمد سعد. روح قلبي. دلوقتي يا احمد هنلعب لعبه. اتفضل يا روح. اسمها كلمه ونص. ماشي. اوكي، هسالك سؤال وترد عليا بكلمه ونص. عينيا. ايه اكبر غلطه غلطتها في حق ريم وممكن تقول لها عليها انا اسف؟ اكبر غلطه اني لما كنا بنسيب بعض كنت بنشر في السوشيال. سوري يا ريم، قول لها بقى فكرة. هو انت اللي عملتيها ولا انا؟ لا ما انا بقول لها وانت قول لها. لا هي هو هي الـ الـ الغلطة يعني مننا احنا الاثنين. يعني حسابات الناس بتبقى دايما دايما، الناس لما بيحبوا بعض او بيبقى في بينهم علاقة ما ينفعش يخرجوها بره. صح. لان الناس ممكن ايه تستوعب وقلوبها تشيل، بس هم ممكن يتراضوا مع بعض. صح. انا قابلها نهزر مع بعض. صح. نتكلم مع بعض، بس الناس تزعل، اللي يكون بيحبوها او اللي بيحبوني بيزعلوا من انك مزعلها وبيزعلوا منك انك مزعلها وكده يعني. حتى تلاقي كل حاجه يعني، حتى في اي علاقه، في اي حاله، في العلاقه الزوجيه كمان الدين قال لك ما ينفعش اي اثنين نحكي بره الموضوع عشان بتبوظ. فهو ده يعني هي اصلا غلطة مش تخص ريم لوحدها، تخص أي علاقة. أو نقدر نقول غلطة ومش هتتكرر تاني. أو ممكن نقول غلطة ندمان عليها. أيوة بقى. طب قول لنا يا أحمد. عايزين نعرف إيه الأغنية اللي حد من زمايلك غناها وكنت تتمنى إنها تبقى بتاعتك؟ بصي، هو أنا يعني الحمد لله رب العالمين بحب الأغاني على بعضها بالناس، لأنها لولا يعني لولا الناس اللي غنتها ما كانتش نجحت كمان. لان يعني التوليفه على بعضها كده. بس في اغاني بحبها زي اغنيه لو اتعرضت عليك كنت اكيد غنتها. ما تعاتبنيش
على ذنب عملته انت حبيبي وما تلومنيش. طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساس. يا ما هنت عليك وكمان بتكذب عيني وجاي تقول حكايات. كل مرة قبلك تبعدني عنك مسافات. كل مرة قبلك تبعدني عنك مسافات. منك لله قلبي بيتألم من جوه من اللي انا حاسه. شايفه ومش شايفه انا قدامي ولا حواليا. طبعا شكرا شكرا. طبعا شيرين بتغنيها احلى بكتير يعني. انتوا الاثنين بتغنوها زي الفل وانتوا الاثنين عندكم احساس ما شاء الله ربنا يحمونا. روح قلبي. طيب السؤال اللي بعده. اتفضلي. اغنيه لحنتها لحد وغناها غير ما انت كنت بتتمنى او غير ما كنت انت عايز او نتيجتها غير ما كنت انت متوقع لها. والله هو انا بصي ما عندي يعني لا املك الحان كتير يعني. خليك صريح يا احمد. والله بلاش الردود الدبلوماسيه دي عشان انت ابن بلد واحنا بنحب نيجي. والله العظيم بجد انا ما عنديش الحان كتير يعني. انا عامل فضل شاكر اعمل لرغب علامه وعملت فضل شاكر حاجات ما نزلتش وعملت وفي اغنيه انا كنت عاملها لشيرين بس هي ما نزلتهاش. طب ما تغنيها لنا. كنت بتقول ايه؟ مين ظالم ومين مظلوم؟ مين هما ومين احنا؟ مين عاش الحياة محروم مغمض عينه في الضلمة؟ مين من اختار الطريق الصح وتاه منه في طريق زحمة؟ ازاي هيكون في مظلومين من غير ما يبقى في ظلمة؟ تمتير ادم وانت ظلمتني والله يسامحك. عودتني على طعم كرحك ما بقتش اخاف على روحي منك بخاف تروح مني. ترى لم ظالم وباجي معك عليا وكأن جرحك لحن فيا تعزف علي واقول برافو كمل بقى وغني. الله